السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده يعني هحل شوية مسائل ميكا كده، مسائل جريد 10، يعني أتمنى تبقى مفيدة لكم إن شاء الله بكرة في الامتحان. ويعني بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ دلوقتي. أول سؤال بيقول إن ذا فيجر بيلو، إديني في تي جراف أهو، بيقول وات إز ذا أكسلريشن أت تي إيكوال 1. طب حلو، تي إيكوال 1 معناه إن هي تبقى في الحتة دي كده، حلو كده، ده كده تي إيكوال 1. طيب هو عايز الاكسلريشن هنا الحته دي. طيب احنا عندنا السلوب هنا في الجراف ده عباره عن ايه؟ دلتا في اوفر دلتا تي. طيب ده كده ايه السلوب او هنسميه الام. طب الديفينيشن بتاع الدلتا في اوفر دلتا تي ده اللي تشينج في الفيلوسيتي وذ ريسبكت تو تايم، ده هو الاكسلريشن. طب يبقى انا عندي السلوب عند البوينت دي عند هي ايه؟ الاكسلريشن. طب السلوب هنا ده ستريت لاين، فالسلوب بتاعه كونستنت على طول الستريت لاين. طيب هنا الستريت لاين بتاع اللي هيبقى عباره عندنا الاكسلريشن عباره عن الدلتا في اللي هي عباره عن 20 ماينس 0 اللي هو 20 هو ماينس 0 اوفر 2 ماينس ايه 0 اللي هو هيطلع بايه 10 متر بير سكند ايه سكوير. يبقى هو الانسر دي. طبعا لو في الفتره دي هنا الفيلوستي ما بتتغيرش يبقى الاكسلريشن بايه بزيرو. طيب هنا في الانترفال دي السلوب نيجاتيف، معنى كده ان الاكسلريشن في الحاله دي ايه هتبقى نيجاتيف فاليو، ونقدر نجيبها برضه بنفس ايه الطريقه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ذا فيجر بيلو مديني ايه؟ في تي جراف برضو، تمام؟ بيقول لي ايه؟ وات از ذا افريج اكسلريشن، تمام؟ فروم 0 تو 5 سكند. حلو، الافريج اكسلريشن ده معناه يعني ايه؟ في الحاله دي هتبقى ايه؟ هتبقى برضو في الحاله دي الفي فاينل ماينس الفي انيشيال اوفر ايه؟ الحاله دي ايه؟ اوفر دلتا تي. من 0 ل 5 يعني في الحاله دي ايه؟ احنا مشينا الاول شويه بايه؟ باكسلريشن، وبعدين بقى كونستنت فيلوستي، وبعدين ديسلريشن، فاحنا عايزين نجيب يعني حاجه افريج للكلام ده. طيب في الحاله دي احنا عندنا في الحته هنا كده عند الايه؟ عند الخمسه، عند الخمس ثواني، تمام؟ كانت ابروكسيميتلي كده لو من الجراف هيبقى انا عندي ايه في الحاله دي؟ يبقى عندي ان الفي ايكوال كام؟ 10 متر بير سكند. طيب والفي عند بدايه الانترفال بزيرو، يبقى هنقول 5 ماينس 0 اوفر قصدي هيبقى معلش دي 10، هنقول 10 ماينس 0 اوفر ايه بقى؟ الدلتا تي اللي هي 5 ماينس 0 اللي هي ايكوال 2 متر بير سكند ايه سكوير. احنا كده جبنا ايه في الحاله دي؟ ايه الافريج اكسلريشن بتاع الانترفال كلها اللي هو كان عندي شويه اكسلريشن على شويه كونستنت فيلوستي على شويه ايه ديسلريشن. طب بيقول ايه؟ An object is thrown upward with velocity ايه؟ U. Then the displacement time graph is. طيب انا ايه اللي هيحصل معايا؟ الاول انا لما احذف حاجه لفوق ايه اللي هيحصل؟ بحذفها لفوق هتبدا تتحرك 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 لحد لما توصل للايه؟ للماكسيموم هايت اللي هو يعتبر ال V initial اللي هي U squared over ايه؟ 2G. طيب ده كده ايه اللي هيحصل؟ طب بعد كده هتقوم رايح راجعه تاني نازله 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 لحد ما توصل للانيشال بوزيشن بتاعها اللي هو الزيرو بوزيشن. طب يعني مع الطيب انا عندي الديسبيسمنت مع الطيب تفضل تزيد 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 لحد ما توصل للماكسيموم فاليو، بعدين ترجع تقل لحد ايه المينيموم فاليو بتاعها اللي هو الانيشال بوزيشن اللي هو نمبر سي. طبعا هنا في الكلام ده هنا معناه نمبر ايه؟ معناه هيفضل مع الوقت الاكسلريشن يعني الديسبيسمنت هتزيد مع الوقت ومش هتنزل. طبعا ما ينفعش، وهنا ده اصلا احنا بادئين من انيشال بوزيشن، تمام؟ يعني هنا معناه ان هو مش هيرجع، يعني هيفضل ده كده كانه ايه؟ انا اتحرك يعني رميت من فوق وعديت بالزيرو بوزيشن وبعدين رجعت. طبعا لا، هنا معناه ان انا بتزيد بيزيد بيزيد وبعدين ايه؟ بيبدا يحصل الايه؟ ان هو يعني ما بي يعني هيوصل للماكسيمم بوزيشن وبعدين مش هينزل. لا، ومفيش حاجه اسمها انا هحذف حاجه وبعدين مش هتنزل، لا. فده كده ايه؟ الانسر بتاعنا هتبقى نمبر ايه؟ سي. طيب نخش على الرقم بعد كده، رقم 4 بيقول لي ايه؟ The velocity time plot for a particle moving on a straight line is shown in the figure. يبقى ده عندي في تي جراف برضه. بيقول the particle has a constant acceleration، يعني بيقول then the particle has ايه؟ a constant acceleration. طبعا عنده constant acceleration لان عندي السلوب constant، فيبقى انا عندي ايه؟ constant acceleration، يبقى ايه صح؟ طب تعالى نشوف بيه. بيقول the particle has never turned around. لا، هنا بما ان الفي زيرو وصلت في مرحله ما عند زيرو، تمام، معناها ان خلاص انا وقفت. وبعدين هنا اصلا الفيلوستي كانت بوزيتيف وبعدين بقت نيجاتيف، يعني هي الجسم غير اتجاهه،
يعني كان بوست يعني ايه فيلوسيتي بوست، انا ماشي في الدايركشن ده مثلا اهو، وبعدين بقى وصلت لزيرو، وبعدين قمت راح محول وقمت راح راجع تاني، فمعنى كده ان انا عملت تيرن، يبقى بي غلط. طب سي بيقول ايه؟ The average speed in the interval 0 to 10 second is the same average speed in the internal ايه 10 from 10 second to ايه 20 second. طب تعالوا نشوف في الحالة الأولانية هنا أنا عندي إيه؟ الـ average speed بتاعي في الحالة دي عبارة عن 10 plus 0 تمام؟ over over 2 اللي هو معناها 5 meter per second. طيب في الحالة الثانية أنا عندي الـ average speed كام بقى؟ في الحالة دي أنا عندي بنجيب الـ V final والـ V initial ونقسم over 2. طيب في الحالة دي بيقول سبيد، لو خدنا بالنا مش velocity. طب السبيد أنا ماليش دعوة بقى هي ده دايركشن ولا مش غير دايركشن، فمعنى كده إن أنا عندي السبيد عند هنا ايكوال برضه 10. ليه؟ لأن إحنا اتفقنا إن السبيد بناخد الماجنتيود بتاع الفيكتور بس تمام؟ بتاع الـ velocity، فيبقى 10 هنا متر إيه؟ بير سكند. فيبقى الـ average speed بتاعنا هنا برضه إيه؟ 0 plus 10 over 2 يبقى ايكوال برضه 5 ايه متر بير سكند، يبقى سي برضه صح وايه صح، فيبقى عندنا ايه بوث اي اند سي ار ايه كوريكت. انما لو كان قال افريج فيلوستي لا هيبقى غلط، لان الفيلوستي هنا هتطلع 5 وهنا هتطلع نيجاتيف 5، يبقى دي ار نوت ذا سيم. طيب بيقول ايه؟ رقم خمسه بيقول اف ا بودي لوزز هاف ات اوف اتس فيلوستي تمام اون بنتريتنج 3 سنتيمتر ان ا وودن بلوك، بيقول ذن هاو ماتش ويل ات بنتريت تمام more before coming to a rest. طيب والله السؤال ده يعني يبان ان هو صعب بس هو سهل. طيب الاول تعالوا نتخيل كده اهو، انا عندي اهو حاجه خشب تمام، حاجه اخترقته، تخيل مثلا الرصاصه مثلا رصاصه هي مثلا دخلت هنا، فوالله مثلا ايه كانت داخله ب V تمام، او مثلا نقول كانت داخله ب 2 V، بعد 3 سنتيمتر جوه الخشب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا عندي السرعه بقت ايه؟ في تمام؟ او كنا ممكن نقول في وهاف في، مفيش مشكله يعني، كان ممكن اقول هنا في وهنا هاف في عادي مفيش اي مشكله، فانا اخترت هنا 2 في وفي، يعني هي نفس النوتيشن الريشيو واحده في الاخر يعني. بيقول ايه بقى؟ هاو يعني then how much will it penetrate more before coming to rest. طب حلو قوي. دلوقتي انا يعني ايه دلوقتي ايه؟ يعني ايه القانون اللي بيجمع ما بين الايه؟ الفي والديستنس، واقدر اجيب منه حاجه زي دي يعني في فاينل وفي انيشال وديستنس. فاللي بيجمع ما بين الفي فاينل وفي انيشال ديستنس اللي القانون بيقول ايه؟ انا عندي الفي فاينل سكويرد ايكوال الفي انيشال سكويرد بلس ايه؟ 2 اي دي. طيب في الحاله دي كده انا كان عندي الفلوست بتاعتي والله ايه؟ هتبقى عباره عن يعني لو انا جيت اطبق فيه بقى الفي فاينل بتاعتي في الحاله دي اللي هي في الديستنس دي اللي هي الفي، يبقى في سكوير ايكوال تو 2 في والسكوير، لان انا عندي ال 2 في دي يعتبر هي الانيشال بتاعي تمام. مثلا بعدين نقول ايه دلوقتي هنا هو باطئ، يبقى هو بيتحرك باكسلريشن نيجاتيف، يبقى هنقول بعد كده ماينس 2 اي، لان الاكسلريشن بتاعتي بالنيجاتيف مش بلس، دي اللي هي هنا بكام بايه ب 0.03 متر حلو، اللي هي ال 3 سنتي يعني. طيب ده كده الحالة الأولانية. طيب فنقدر نقول هنا إن يعني ممكن نسمبليفاي أكتر، نقول إن أنا هفك الكلام ده، يبقى أنا عندي في سكويرد إيكوال تو 4 في سكويرد ماينس تمام إيه بقى؟ ماينس في الحالة دي 0.06 إيه. طيب فنودي ده الناحية التانية وده الناحية التانية، فيبقى أنا عندي 3 في سكويرد إيكوال تو 0.06 إيه إيه. طيب كويس قوي، يبقى انا عندي ان في يبقى ده كده ايه عندي اللي حصل يعني تمام. طيب نيجي بقى ايه الحاله الثانيه اللي هو ايه، انا جيت بعد كده عايز امشي قد ايه؟ ففي الانترفال الثانيه اللي انا همشي فيها ديستانس معينه هسميها مثلا في الحاله دي انا الفي انيشال بتاعتي بقى هتبقى ايه؟ الفي، والفي فاينل هتبقى زيرو. فنيجي نسبستيتيوت في الايكويجن دي، والله هنقول ايه، انا عندي في الحاله دي اقول ان انا عندي 0 equal to v squared minus 2 a t. فمن هنا بقى هنوصل لايه؟ من هنا ممكن نودي نقول ان ال v squared equal to 2 a d. طيب حلو، تعالوا بقى ايه نقارن التو ايكويشنز دول ببعض ونعرف ايه اللي هيخلي يعني هيخلي التو يعني ايه اللي هيجيب بقى الديستانس هنا؟
هنا من الايكويشن دي ممكن اقسم على 3 الناحيه الثانيه واقول ان انا ايه اوفر 3 اهي، تمام؟ يبقى الكلام ده اوفر ايه 3، يبقى الفي سكويرد ايكوال الكلام ده. طب ما انا عندي من الايكويشن الناحيه الثانيه ان الفي سكويرد ايكوال 2 اي دي، طب ما انا ممكن اساوي الاثنين ببعض بما ان الاثنين ايكوال للفي سكويرد، يبقى 2 اي دي. جميل قوي. الايه هتكنسل مع الايه، تمام؟ بعد كده هيبقى انا عندي ان 0.06 اوفر 3 0.02، يبقى انا عندي 0.02 ايكوال 2 دي، يبقى الدي ايكوال كام بقى؟ 2 0.02 اوفر 2 اللي هي كام؟ 0.01. ال 0.01 دي احنا شغالين اتفقنا من الاول، احنا حولنا ال 0.03 حولناها ال 3 سم حولناها ل 0.03، في الحاله دي احنا شغالين بالايه؟ بالميتر. يبقى ده كده ايه 0.01 ايه؟ متر، اللي هو يعتبر ايه؟ 1 سنتيمتر. يبقى الانسر ايه؟ 1 سنتيمتر. طب نخش على اللي بعد كده. بيقول لي بعد كده بيقول تو، بيقول ذا تو اندز اوف ا ترين موفينج وذ ا يونيفورم اكسلريشن باسز ايه؟ ا سيرتن بوينت وذ فيلوسيتيز يو اند في. بيقول ايه؟ ذا فيلوسيتي with which the middle point of the train passes a the same point is. طيب نبص على السؤال كده ونشوف. احنا عندنا الترين كله على بعضه بيتحرك بنفس الفيلوسيتي، بس بيتغير لانه بيتحرك باكسلريشن مع الوقت. الايه اللي هيحصل مع الوقت؟ احنا عندنا السرعه بتاعته بتتغير. يعني فلنفترض مثلا نقول ايه، انا عندي ده ترين اهو، تمام، وهيعدي بوينت معينه مثلا اهي دلوقتي اهي الحته دي اهي. هنا كان بيعدي عند البوينت دي وكانت السرعه بتاع الترين كله كام؟ يو، اللي هي السرعه بتاع الحته دي يو. طب مع مرور الوقت الايه السرعه بتاعته هتتغير، فهو لما يجي يوصل عند الحته دي كده، نبص على الحته دي كده اهو، تمام، هيكون وصل لسرعه في، سرعته كلها في، بس السرعه بتاع الحته دي دلوقتي هي اللي في، يعني بتاع القصر كلها، بس احنا عايزين الحته دي بس. طيب هنا يو وهنا ايه؟ في. طيب هنا حصل ايه؟ يعتبر القطر اتحرك مسافه بطوله هو كله على بعضه ازاي؟ يعني القطر كان هنا يعني النهايه دي نهايه القطر، فلما اتحرك وصل عند تمام؟ لما هو اتحرك عند النقطه دي كانه مشى ايه؟ طوله كله على ايه؟ على بعضه، تمام؟ يبقى هو كانه مشى ديستانس ايه؟ دي، تمام؟ طيب يبقى انا ممكن نشوف ايه؟ نقول ان انا عندي والله ان الفي سكويرد ايكوال يو سكويرد بلس 2 اي دي، تمام؟ طيب هو بيقول ايه؟ عايز الفيلوستي بتاعت الميدل بوينت اوف ذا ترين ذات باسس لما باس بنفس النقطه. طب حلو، اللي هي الكيس ايه؟ كاننا عاملين كده اهو، ده اهو ده الترين اهو، تمام؟ يعني معلش ثانيه، كانه عامل كده بالظبط اهو، وعايز السرعه بتاعت ايه؟ لما النص بالظبط بتاع القطر يعدي بالحته دي. طب ده هنعرفه ازاي؟ طيب هنعرف ان احنا دلوقتي ايه الميدل بتاع الترين، يعني النص، يعني اخر حته دي كده مش هتنص ايه الديستنس بتاعت القطر. طيب ما احنا ممكن ايه نشوف بقى السرعه بتاع القطر كلها في الوقت ده، هنجيبها ازاي؟ هنقول مثلا هنسميها اكس سكويرد. الاكس سكويرد ده هتيكوال ايه بقى؟ اليو سكويرد اللي هي الانيشال برضه بلس 2 ايه، بس بدل الدي بقى يبقى ايه؟ هاف دي، لان انا مشيت نص الديستنس. يعني دلوقتي ايه؟ القطر يعني دلوقتي اهو النقطه دي اهي لو انا كده اشوفها اتحركت، تمام؟ يعني اتحركت نص القطر، او ممكن نقول ايه؟ يعني ما احنا كل النقط اللي بتحركها كله يعني كل الديستنسز اللي بتحركها كل النقط زي بعضها، ففي الحاله دي ايه؟ الحته دي هي كمان اتحركت ايه؟ يعني النص بقى بيعدي بالايه؟ بالنقطه دي، يبقى احنا كان اتحركنا دلوقتي ايه؟ هاف دي. طيب من هنا بقى دلوقتي نقدر نجيب ايه؟ الاكس از ا فانكشن اوف ايه؟ الكلام ده ازاي؟ والله احنا هنا ممكن نجيب ايه؟ يعني الدي نجيبها از ا فانكشن اوف الكلام ده كله، يعني والله ممكن اقول ايه؟ ان انا عندي ان مثلا ال 2 AD equal لايه بقى؟ ل V squared minus U squared. طب ماشي، وال A دي بقى equal ايه؟ V squared over U squared، قصدي minus U squared over 2. طب من هنا دي ممكن اعمل لها simplification والهاف تروح مع ال 2، يبقى ان ايه؟ ان ده الايكويجن دي عندي ان ال X squared equal U squared plus AD. طب ما انا هنا من فوق عندي ان ال AD equal الكلام ده، يبقى انا اشيل ال AD
هنا واحط مكانها الفاليو دي، يبقى انا هقول ان اكس سكويرد كوال يو سكويرد، تمام؟ يبقى اكس سكويرد ايكوال يو سكويرد ايه؟ بلس في سكويرد اوفر 2 ماينس يو سكويرد اوفر 2. هي هي يعني وزعتها الدومينت، يبقى انا عندي ان الاكس سكويرد ايكوال ايه بقى؟ في الحاله دي يبقى هي عباره عن هاف يو سكويرد بلس في سكويرد هاف في سكويرد، اللي هي كاني بقول ايه؟ ان الاكس سكويرد ايكوال يو سكويرد بلس في سكويرد اوفر ايه؟ 2. عايز اجيب بقى الفلوستي بقى لوحدها، اخد بقى الايه السكوير روت للناحيتين، ويبقى ايكوال ايه يو سكويرد بلس في سكويرد اوفر 2. طبعا للاسف في ناس متسرعه تشوف السؤال ده تقول لك ايه، ما هي يو بلس في اوفر 2 لا، اللي هي الافريج فيلوسيتي بما انها نص القطر. لا طبعا الكلام ده غير صحيح، يبقى ايه الحل اللي اتجاب بالطريقه دي. طيب نخش على ايه اللي بعد كده، يقول ايه a particle starts from rest with constant acceleration for 20 second. يقول ايه if it travels a distance y 1 in the first a 10 second and distance y2 in the next a 10 second. عايز الريليشن ما بين y1 وy2، مفيش مشكله نعمل ايه؟ والله احنا هنفترض ان اول 10 ثواني دول اسمهم t واول 20 ثانيه اسمهم 2t. طيب هو بيقول ايه starts from rest، ففي الايكويشن بتاعنا الديستنس ايكوال في انيشال t بلس half a t سكوير. طب الفي انيشال بزيرو، يبقى ايه يبقى دي ايكوال ايه هاف اي تي سكويرد على طول. طب اول 10 ثواني اللي هي ايه تي 1 اللي هي تي بس، فده معناه ان ايه ادي اول ديستنس اللي هي هسميها ايه واي 1. طيب الدي الثانيه بقى اللي هو اتحرك فيها في اول 20 ثانيه، هنقول ان هي برضو عباره عن هاف اي بس ايه هنشيلها 2 تي، نحط 2 تي سكوير، يبقى ايكوال هاف ملتبلايد باي هنا هنفكها فهتبقى ايه 4 a t squared. طيب يبقى دي كده ايه اسمها دي الديستنس اللي اتحركها في اول 20 ثانيه. يبقى انا عندي في اول 10 ثواني اتحرك ايه half a t squared، تمام؟ طيب وفي اول 20 ثانيه كلهم على بعضهم اتحرك كام؟ ده يعتبر ايه ده لما نفك ده مع ده يبقى ايه ده كده 4 مع دي يبقى 2، يبقى 2 a t squared. انا عايز اجيب بقى اللي اتحركوا خلال ال 10 ثواني التانيين، يبقى 2 a t squared minus half a t squared، يبقى 2 a اللي هو اتحركوا في الحته دي كده بقى 2 a t squared minus half a t squared اللي هي تبقى 3 over 2 a half دي قصدي 3 over 2 a t a squared. طب لما نيجي بقى دي كده هنسميها ايه y2. طب y2 بقى ايكوال قد ايه؟ هنقول y2 اوفر واي 1 هيكوال ايه بقى؟ هيكوال عندنا 3 اوفر 2 اي تي سكويرد اوفر هاف اي تي سكويرد، كنسل مع ده هيكنسل مع ده يبقى ايكوال 3. يبقى انا عندي معنى ده كده ايه واي 2 اوفر واي 1، يبقى انا من هنا عندي ان واي 2 ايكوال ايه 3 واي 1، يبقى واي 2 ايكوال ايه 3 واي 1. خش على ايه اللي بعد كده. طبعا يعني لو كان في 4 y1 في الاختيار كان فرصه تختارها على اساس ان هم ايه نسوا يعملوا ده سبتراكشن من ده يطرحوا ده من ده، طبعا لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي دي. بيقول لك speeds of two identical cars are u and 4u at a specific instant. بيقول if the same deceleration is applied to both cars بيقول the ratio of the يعني respective distances in which the two cars are stopped from that instant is. حلو والله ما فيش مشكله. بيقول لك احنا عندنا اثنين كارز الاثنين ايدنتيكال الاثنين ماشيين بايه بنفس الايه ال يعني واحده ماشيه فور يو والثانيه ماشيه بيو، تمام؟ والاثنين اتعرضوا لنفس الديسيليشن. حلو قوي. اسمها نيجاتيف ايه دي اسمها نيجاتيف ايه الاكسلريشن بتاعها ديسيليشن يعني. طيب عايز بقى بيقول ايه كل واحده هتقف بعد قد ايه، يعني مثلا ده هتقف بعد المسافه وده هتقف بعد المسافه، فانا عايز الريشيو ما بينهم. حلو تعالوا نقعد ايه نعوض في ايه في القانون بتاعنا اللي هو عندنا ان v final squared equal v initial squared plus 2 ad. طب نيجي نعوض هنا ال v final بتاع الاثنين كده كده زيرو، تعالوا نشتغل على الكيس الاولانيه بتاع ايه بتاع اليو، تمام؟
يبقى انا عندنا العربيه اللي هي ماشيه بايه؟ بيو. ده اول كيس. فهنقول ايه؟ ان الزيرو اللي هي الفي فاينل ايكوال الفي يبقى انيشال سكويرد اللي هي يو سكويرد ماينس 2 اي دي. تمام؟ الدي دي احنا يعني قلنا ليه ماينس؟ عشان هي ديسيليريشن. فوالله نقدر نقول ايه؟ ان هنا في الحاله دي ان الدي ايكوال يو سكويرد اوفر 2 اي. تمام؟ حلو قوي. في الكيس الثانيه بقى هنقول ان برضو الفي فاينل بزيرو، الفي انيشال بقى ايه؟ 4 يو. فلما نجيب 4 يو ونعمل لها سكوير هتبقى ايه؟ 16 يو سكويرد، عشان ما نضيع، يبقى هنا ايه؟ 16 يو سكويرد. حلو. بعد كده دي كده هنسميها دي 1. تمام؟ دي 1، دي 1 ايكوال كده يبقى ماينس 2 اي دي 2. طيب نودي ده الناحيه الثانيه وده الناحيه الثانيه، فيتفضل لنا ايه بقى؟ ان انا عندي ان دي 2 ايكوال 8 يو اي سكويرد اوفر اي. طيب عايز اجيب بقى ريشيو ما بين الاثنين بقى. هنجيب ريشيو ما بين الاثنين، فهنقول والله الاولى للثانيه، فهنقول ان هي يو سكويرد اوفر 2 اي ديفايدد باي الكلام ده. بس لما ديفايدد نخليه مالتبليكيشن ونخلي النيوميريتور والدينوميتور والعكس. يعني احنا عارفين مثلا لما كنا بنقول اي اوفر بي اوفر مثلا سي اوفر دي، بنقول ان هي عباره عن ايه؟ اوفر بي في دي اوفر سي، عشان الناس ما تتوهش مني. فاحنا هنا هنعكس الدي 2، يعني احنا هنقول ايه؟ دي 1 اوفر دي 2 ايكوال نقول يو سكويرد اوفر 2 اي مالتبلايد باي اي اوفر 8 يو اي سكويرد. طيب الاي هتروح مع الاي واليو سكويرد مع اليو سكويرد، يبقى لنا ايه؟ 1 اوفر 2 مالتبلايد باي 8 اللي هي ايه؟ 1 اوفر ايه؟ 16. يبقى دي الانسر 1 ايه؟ اوفر 16. طيب نخش على ايه اللي بعد كده. بيقول لي ابوليس فان موفينج اون هاي واي وذ ا سبيد اوف ايه 30 كيلو متر بير اور. بيقول ايه؟ فايرز ابوليت ات ا ثيفز كار سبين سبيدنج اواي ان ذا سيم دايركشن وذ ا سبيد ايه 192 كيلو متر اور. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? هو هنا ما جابش سيرة أي حاجة، فما هنأسيوم إن الفلوست بتاع البوليت هتبقى ثابتة. بس هنا بقى إيه التركاية؟ التركاية هنا إن أنا عندي المازل سبيد دي أوف ذا بوليت معناها إيه؟ معناها يعني مثلا إحنا عندنا إيه؟ ايه عندنا المسدس، تمام؟ اهو بيطلع ايه؟ ده المسدس اهو، الفتحه بتاعته بتطلع رصاصه. طيب المازل سبيد دي معناها السبيد بتاع البوليت اللي هي بتحرك بيها البوليت، يبقى ده المازل سبيد تبقى عباره عن السبيد بتاع البوليت ماينس السبيد بتاع ايه بقى؟ اللي بيتحرك بيها الماسوره اللي هي طالعه منها. طب ماينس الفي بتاع الماسوره دي سميها فايب بكام؟ طيب الماسوره هنا في الحاله دي بتتحرك بسرعه ايه العربيه؟ يعني دلوقتي انا شورتي اهو او بطلق يعني رصاصه من جوه العربيه، فانا السرعه بتاع الماسوره هي سرعه ايه؟ العربيه. يبقى انا عندي المصدر، يبقى انا عندي الفي بتاع البوليت ايكوال ايه؟ الفي بتاع البايب اللي هي الفي بتاع العربيه، يبقى اللي هي الفي كار، الفي كار ده اللي هي في سي يعني، يبقى نشيل الفي دي ونحط ايه؟ الفي كار، او نقول الفي بي بلس المازل سبيد. طيب دلوقتي انا عندي ايه؟ الفي بي هنا بكام؟ اللي هي الفي كار، يبقى بكام؟ ب 30. والمازل تمام، المازل سبيد هنا قلنا ايه؟ ان هي ب 150 متر ايه؟ على الثانيه. طيب 30 كيلو متر، طب احنا عايزين نحول ال 30 كيلو متر دي بقى لايه؟ لمتر على الثانيه الاول عشان نوحد اليونتس. طب يبقى نقول 30 عشان نحول لمتر على الثانيه بنضرب في كام؟ 5 على 18. طيب يبقى 30 في 5 على 18 تطلع بكام؟ تطلع ب 25. ب 25 على 30، 25 على 30
25 على 30 ثانية تطلع بإيه؟ 25 على 3. أنا آسف، 25 على إيه؟ 3. طيب بعد كده هنجمع بقى المازل سبيد على إيه؟ يعني على الفي بتاع الكار اللي هي كام؟ 150، يبقى بلس 150. طيب نكمل بقى، فنجمعهم ايه على بعضه. تمام. طيب يعني دلوقتي في الحالة دي كام؟ تبقى عبارة عن ال V في الحالة دي 25 على 3 بلس 150، يعني هتطلع approximately ب 158 وتلت. يبقى 158 وكام وتلت. طيب بيقول لي بقى with what speed does the bullet hit the thief car؟ طيب دلوقتي hit the thief car يعني محتاج، يعني هتخبطه بسرعة قد إيه؟ فهو دلوقتي أنا عندي العربية بتاع الحرامي بتتحرك بسرعة، والبوليت بتتحرك بسرعة هي كمان بسرعة معينة، فهي هتخبطه بالفرق ما بين إيه؟ السرعتين. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اجيب ايه السرعه انا معايا ايه السرعه بتاع الحرامي اللي هو السيف. فيبقى انا عندي الفي بتاع السيف ايكوال ايه بقى؟ 192 multiplied by 5 over 18. تمام. يبقى في الحاله دي كام؟ 122 multiplied by 5 over 18 تطلع تقريبا تطلع بكام؟ ب 53 بلس ايه 130 يعني. طيب ففي الحاله دي انا ايه اللي انا عايزه؟ هيبقى عباره عن ايه؟ الفي بتاع البوليت ماينس الفي بتاع ايه؟ السيف. في الحاله دي كام؟ هنعمل 158 1 اوفر 3 ماينس ايه 53 اوفر 3 تطلع تقريبا 105 متر ايه بير سكند اللي هي نمبر ايه. طيب خش على اللي بعد كده. بيقول انا عندي هنا في اللي بعد كده بيقول two trains each 1 meter long moving in the opposite ايه direction in opposite directions بيقول cross each other in 8 seconds if one is moving twice as fast as the other then the speed of the faster train is. طب حلو، يعني دلوقتي انا عندي ايه؟ two trains. تمام. حابب يتحرك كده اهو، تاني بيتحرك كده، فالاثنين هي كروس ايتش اذر يعني خلال ديستن يعني خلال 8 ثواني. طيب كروس ايتش اذر، طيب والاثنين بيتحركوا في عكس الاتجاه. فاحنا هنا ايه ممكن والله يعني، فاحنا هنأسيوم ان بتاعه السرعه القليله اكس والسرعه الكبيره 2 اكس او في و2 في. طيب فاحنا ممكن نأسيوم حاجه حلوه قوي والله، ممكن نأسيوم ان واحد منهم ثابت حلو والتاني بيتحرك، بس بيتحرك بايه؟ بالريلاتيف فيلوسيتي بتاع الاثنين. طب الريلاتيف فيلوسيتي بتاع الاثنين في الحاله دي كام؟ تبقى كام؟ 3 في. ليه؟ لان الاثنين بيتحركوا في عكس الاتجاه في السمشن بتاع الاثنين، فيبقى في بلس 2 في يبقى 3 في. طيب هيتحرك ديستنس قد ايه بقى؟ هيتحرك عشان يكروس القطر توتالي، يبقى هيتحرك الاول من هنا لهنا. تمام. يبقى هو طوله كله هنا وبعدين يقوم يتحرك كده لحد ما يطلع كله، يعني هو من الاخر اتحرك قد طوله ايه مرتين، قد طوله ده مرتين، اللي هو ايه الديستنس اللي هيقطعها عباره عن ايه؟ عن 2 multiplied by 200 اللي هي طوله مرتين، يبقى 2 قصدي 100 يبقى 2 ايه 200 متر. طيب كل ده حصل في زمن قد ايه؟ 8 ثواني. يبقى انا عندي ايه distance over time equal speed. تمام. طيب يبقى انا عندي في الحاله دي الدي بتاعتي بكام؟ 200. التايم ب 8 سكند، السبيد بقى ايكوال ايه 3 اكس اللي هي الريلاتيف فيلوسيتي بتاع الاثنين. فانا عندي 200 اوفر 8 هتبقى بكام؟ ب 25. يبقى الكلام ده كله ايكوال ايه 25. يبقى الاكس ايكوال ايه في الحاله دي 25 اوفر 3 متر بير ايه سكند. طب انا عندي كل الاختيارات بالكيلومتر، يبقى انا ايه؟ يبقى انا هملتبلاي الكلام ده باي ايه بقى؟ هعمل مالتيبليكيشن ب 18 اوفر ايه 5. يبقى انا هعمل مالتيبليكيشن ب 18 اوفر 5 يعني هتطلع بكام؟
يعني فيبقى في الحاله دي كده انا عندي ان الاكس ايكوال كام؟ 30 كيلومتر بير اور، كيلومتر 30 كيلومتر بير اور. طب هو عايز السرعه بتاعك كبير اللي هي 2 اكس، بتبقى ايه؟ 60 كيلومتر بير اور. طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول a train travels west at a rate of 60 كيلومتر بير اور، the train appears to be traveling east. بيقول a train is... اهو الترين ماشي ايه؟ ناحيه الويست اهو، الترين ماشي ناحيه الايه؟ الويست بكام؟ ب 60 ايه؟ كيلومتر بير اور. تمام؟ فبيقول ايه؟ appears to be traveling east at a rate of 10 كيلومتر بير اور to the driver of a car. تعالوا ايه؟ نسيوم والله ان انا عندي هنا عندي ايه؟ يعني الحركه في الويست تمام؟ هتكون بالنيجاتيف. يبقى هو بيتحرك بكام؟ بنيجاتيف 60 كيلومتر بير اور. طيب والايست بتقابل البوزيتيف، فهو الفي كار احنا عندنا اهو بيقول appear to be traveling to the driver، هنسمي الفي كار الفي سي والفي درايفر في دي. فهو بيقول ايه؟ appear to be traveling east to the يعني at a rate of 10 كيلومتر بير اور to the driver. يبقى انا عندي في سي relative to دي تمام؟ equal to كام؟ 10 كيلومتر بير اور. طيب الفي سي عباره عن يعني دي عباره عن ايه؟ في سي ماينس في دي تمام. يبقى انا عندي الفي سي بكام؟ انا عارفها ب 60، لا بنيجاتيف 60 لان هو ناحيه الويست اهو، الحركه اصلا ناحيه الويست اهو، ماينس الفي دي هي ايكوال 10 تمام. يبقى هي ايكوال ايه؟ 10. طيب يبقى انا عندي ايه في الحاله دي؟ هنجيب الفي دي، يبقى الفي دي هي ايكوال نيجاتيف 60 ماينس ايه؟ 10. يبقى هي ايكوال كام؟ نيجاتيف 70 كيلومتر ايه بير اور. طب احنا اتفقنا ان ويست تبقى بالنيجاتيف، يبقى هو بيتحرك 70 كيلومتر اور ايه ناحيه ايه؟ الويست. يبقى الانسر 70 كيلومتر اور ايه ناحيه الويست. طيب طبعا كان ممكن حد ياسيوم ان الويست بوزيتيف والاس نيجاتيف، براحته برضه مفيش اي مشكله. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي a train starts from rest from a station with an acceleration 1 meter per second square. A boy who is 48 meter behind the train with a constant velocity of 10 meter per second. The minimum time after which the boy will catch the train is. تمام. تعال نحلها عادي. احنا الاول اهو عندي قطر اتريست تمام؟ هنعتبره هنا عند الحته دي كده. بيقول ايه؟ وراه في واحد، في ولد، الديستنس دي ما بينهم كام؟ 48 متر تمام؟ وبيتحرك بكونستنت ايه؟ الفلوست بتاعه 10 متر بير سكند، وده بادئ من الريست يعني في انيشال بزيرو تمام؟ وكان بايه؟ بيتحرك باكسلريشن عباره عن 1 متر بير سكند ايه سكوير. عايز هما ايه؟ هيتقابلوا بعد وقت قد ايه؟ طيب مفيش اي مشكله خالص. هنا معناها ان انا عندي عايز اجيب الديستنس هيتقابلوا بعد قد ايه؟ فدلوقتي ده هيمشي اكس وده هيحصله يعني هيمشي كمان 48 بلس الاكس دي تمام؟ طيب يبقى الديستنس اللي مشاه الولد ده عباره عن ايه؟ عباره عن 48 بلس اكس. هتيكوال بقى ايه؟ هتيكوال اي ديستنس في الدنيا عباره عن فيلوسيتي ملتبلايد باي تايم، يبقى 10 ملتبلايد باي التايم اللي انا مش عارفه. طيب الثاني هيمشي برده كمان ايه؟ ديستنس اكس. طيب الايكويجن بتاعته بقى ايه؟ هو ماشي بادئ في انيشال بزيرو تمام؟ وعايز اجيب الدي از فانكشن اوف تي، يبقى الدي بتاعته عباره عن هاف اي تي سكويرد، يبقى الاكس بتاعته عباره عن هاف اي تي سكويرد. طيب هعمل سبتراكشن للايكويجن، اقول اللي فوق ماينس اللي تحت، فيبقى انا عندي 48 ايكوال 10 تي ماينس هاف اي تي سكويرد. اودي التي اودي ده الناحيه الثانيه وده الناحيه الثانيه، فيبقى ايه؟ ممكن يبقى انا عندي في الاخر هاف اي تي سكويرد ماينس 10 تي بلس ده كده 400 دي 4 دي 48 مش مفيش زيرو هنا بلس 48 ايكوال ايه؟ زيرو. هنسولف الايكويشن دي فيطلع لي ان التي مره ايكوال 8 ومره التي ايكوال ايه؟ 12. فهو بيقول ايه؟ ذا مينيمم تايم، يبقى اقل تايم اللي هو ايه؟ 8 سكند اللي هو الانسر نمبر بي. طيب بيقول لي بعد كده؟ بيقول لي
if the collision between two balls is perfectly elastic. طالما هو elastic معروف من البروبرتيز بتاع الالاستيك اللي هي الكونزرف، بيحصل كونزرفيشن للمومنتم والكاينيتيك انرجي. لو هي ان الاستيك بيحصل كونزرفيشن للمومنتم بس ما بيحصلش كونزرفيشن للايه؟ للكاينيتيك انرجي. طب بيقول ايه؟ Two spheres of masses 200 جرام and 300 جرام moves on a straight line in an opposite direction. الاثنين بيتحركوا في عكس الاتجاه. بيقول with velocities 5 and 4 meter per second respectively. طب تعالوا نشوف. والله هنا ادي عندي ده 0.2 كيلو جرام اللي هي 200 جرام يعني، وده 0.3 كيلو جرام. طيب بيقول لي ايه؟ ان واحد الاولاني بيتحرك ب 5 متر بير سكند والثاني بيتحرك في عكس الاتجاه ب 4 متر ايه بير سكند. طيب بيقول لي ايه بعد كده؟ يبقى احنا عندنا بيقول ايه؟ then the two sphere collide. طب احنا عندنا المومنتم بيفور كوليجن ايكوال مومنتم افتر كوليجن، يبقى انا عندي ام 1 في 1 تمام بلس ام 2 في 2 ايكوال ام 1 في 1 بعد الكوليجن تمام بلس ام 2 في 2 برضه بعد الكوليجن. طيب هنعملها ازاي؟ هنجيب الاول مومنتم بيفور، فانا عندي ايه في الحاله دي؟ 2 ملتبلايد باي. هنا هنأسيوم ان اللي بيتحرك الناحيه دي ببوستيف واللي بيتحرك العكس بايه؟ بنيجاتيف تمام؟ طيب فهنا ملتبلايد باي 5 بلس 0.3 ملتبلايد باي كام بقى؟ احنا قلنا الثاني بيتحرك ب 4 متر يبقى نيجاتيف 4 متر بير سكند تمام؟ نيجاتيف 4 خد بالنا من كده. طيب بعد كده الام 1 زي ما هي بيقول ايه بقى؟ بيقول as the two spheres collide بيقول then the first sphere rebound with velocity 3 meter per second. rebound يعني اتجاهها هيتغير، هترتد يعني زي ما احنا بنقول بالعربي هترتد، فيبقى اتجاهها هيتغير تمام. دي هنا 0.2 معلش اهو. طب يبقى انا عندي ايه؟ اتجاهها هيتغير، يبقى الفي بتاعها هيبقى في الدايركشن ده، يبقى بالنيجاتيف لما تعمل لها rebound يبقى 0.2 multiplied by كام بقى؟ باي في الحاله دي هيبقى 3 متر بير سكند بلس في الحاله دي هيبقى انا عندي ايه؟ الام 2 زي ما هي اللي هي 0.3 في 2 داش تمام؟ هنسبستيتيوت هنا فده هيطلع ب نيجاتيف 0.2 تقريبا، وده هيطلع ب ده هنا هيطلع في ثواني كده ده ب 1 وده بنيجاتيف 0.1 قصدي 1.2 ده قصدي نيجاتيف 1.2 هيطلع نيجاتيف 0.2 نيجاتيف 0.2. وهنا المفروض هو بيغير اتجاهه، احنا قلنا بقت السبيد بتاع بقى يعني 3 متر بير سكند اذر ديريشن يبقى نيجاتيف دي كده نيجاتيف تمام. يبقى انا عندي نيجاتيف 0. ايه دي نيجاتيف اهي، دي المفروض نيجاتيف نيجاتيف 0.6 تمام بلس 0.3 في 2 داش ايكوال نيجاتيف 0.2. هنودي دي الناحيه الثانيه فيبقى عندي 0.3 في سكويرد ايكوال 0.4، هنديفايد ده باي ده يبقى هتبقى 4 اوفر 3، يبقى الفي 2 يبقى دي في 2 داش، في 2 داش ايكوال 4 اوفر 3. طب بقت بوستيف وهي كانت الاول في دايركشن نيجاتيف، يبقى هي عكس اتجاه، يبقى 4 اوفر 3 ان ايه اوبزيت دايركشن لانها غيرت ايه الاتجاه، لان احنا اتفقنا كان اتجاهها الاول نيجاتيف، كانت نيجاتيف حاجه وبعدين بقى بوست. طيب بعد كده بيقول ايه؟ بيقول تو اوبزيت فيجر ريبريزنت ذا فيلوستي اوف تو موفينج ايه بوديز اي اند بي تمام. بيقول لي ايه؟ التي ايكوال 5 ذا فيلوستي اوف ذا بودي بي ريلاتيف تو اي، هو عايز في اي بي اللي هي في اي ماينس في بي تمام. ثواني هو بيقول ايه؟ عايز الفلوستي بتاعت، عايز الفلوستي بتاعت ماشي، عايز الفلوستي بتاعت بي ريلاتيف تو اي، هو عايز في بي ماينس في اي. طيب هنا ايه عند الخمس ثواني بكام؟ نطلع كده بفيرتيكال لاين كده اهو، نطلع بكام؟ بخمسه تمام. يبقى هو الفي اي بايه؟ بخمسه، بخمسه. والفي بي في الحاله دي كام عند الخمسه؟ فيبقى ايه؟ بنيجاتيف 1 اهي، يبقى نيجاتيف 1 ماينس 5 ايكوال تو نيجاتيف 6. هو مديني هنا كلها بالبوست فاليوز فتبقى ايه؟
اللي هي 6، بس المفروض تبقى ايه نيجاتيف فاليو. طب بعد كده بيقول ايه؟ A cruiser and a ship. احنا هناخد بالنا من حلنا اللي فات دي عشان ده كان بيتي جراف يعني. بيقول ايه؟ A cruiser and a ship are moving in the same line towards each other. The cruiser يعني هما الاثنين بيتحركوا اتجاه بعض. ادي اهو اتجاه بعض اهو. ده كروزر وده الايه؟ الشيب. ده اس اهو وده سي. طب بيقول لي ايه؟ بيقول ذا كروزر واتشد ذا شيب اند وين ات ووز وين اند وين ات ووز 40 كيلو متر. تمام، يبقى الشيب الفي شيب ايكوال 40 كيلو متر بير اور. تمام، بيقول ايه؟ فار فروم ذا كروزر اند ذا سبيد اوف ذا تمام بيقول ذا كروزر واتش ذا شيب اند وين ات ووز 40 كيلو متر فروم ذا كروزر ذا سبيد اوف ذا شيب ووز 50. يبقى هنا 10، ده كده هو ال 50 كيلو متر بير اور، وده اللي هو ايه 40 كيلو متر بير اور. طيب بيقول ايه بقى؟ بيقول بيقول عندي ايه؟ بيقول لما كانت الكروزر يعني بيقول ذا كروزر واتش ذا شيب اند وين ات ووز 40 كيلو متر. اه معلش انا اسف، اسف على الغلط ده كله يعني، انا اسف 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 خالص، عيد المساله من الاول انا اسف. ده الكروزر اهو وده الشيب. بيقول الديستنس ما بينهم كانت 40 كيلو متر، اهي 40 كيلو متر تمام فار فروم ذا كروزر. بيقول ذا سبيد اوف ذا شيب ووز 15 كيلو متر بالاور، يبقى في شيب ايكوال ايه 50 كيلو متر بالاور. تمام، بيقول ايه؟ اند ذا سبيد اوف ذا كروزر ووز ايه 64 كيلو متر بالاور، يبقى في سي equal 64 كيلومتر per hour. بيقول ايه؟ then the cruiser fired a torpedo with velocity ايه 126 كيلومتر per hour. الكروزر قام رايح مطلع ايه هو كمان توربيدو ال velocity بتاعه 126 ايه كيلومتر per hour. بيقول ايه؟ then find the time elapsed until the torpedo target the Asia ship. طب حلو، في الحاله دي التوربيدو هياخد سرعته وسرعه ايه الكروزر. في الحاله دي هو ايه يعني خد السرعتين. طب يبقى انا عندي الفي بتاعت التوربيدو مثلا نسميها في تي داش، اللي هي يعني السرعه اللي هو سرعته زائد السرعه اللي خدها، يبقى 126 بس 40 اللي هي كام؟ 166 كيلو متر ايه بير اور. طب في الحاله دي تمام ايه اللي حصل؟ دي ثانية معلش، هو طلع من ايه؟ الكروزر، يبقى خد سرعة الكروزر مش سرعة الشيب اللي هي 64. يبقى في الحالة دي هيبقى 190 تمام؟ 190 كيلومتر بير اور. طب بعد كده احنا بعد كده ايه بقى اللي هيحصل؟ بقى دلوقتي طالع بسرعة كده وعندي الايه؟ يعني عندي الشيب رايح على ايه؟ عكس الاتجاه. ففي الحالة دي الريلاتيف فيلوستي، احنا الريلاتيف فيلوستي بتاعها هتبقى كام؟ الفي تي داش ماينس الايه؟ الفي شيب هتيكوال كام؟ يعني بما انهم الاثنين ماشيين عكس الاتجاه فيبقى كانها ايه؟ بنجمع التو ماجنتيودز بتاعهم. يعني بما ان دي مثلا 190 هنقول ماينس الثانيه بتتحرك في عكس الاتجاه فكانها نيجاتيف 50 فيبقى ايه؟ 240. فاحنا في الحاله دي ايه؟ هنأسيوم ان التوربيدو ده واخد كل الفيلوستيز والشيب ايه؟ واقفه. والديستنس ما بينهم كام؟ 40 كيلو متر. يبقى التايم بقى هيكوال ايه؟ ديستنس اوفر في. في الحاله دي الديستنس بكام؟ الديستنس بتاعنا ب 40 كيلومتر اوفر الفي بقى بتاعنا في الاخر ايه؟ كيلومتر بر اور. احنا هنأسيوم ان الشيب واقفه واللي هو التوربيدو ده اتحرك بالفيلوستس كلها اوفر 200 ايه؟ 40 كيلومتر بر اور. طيب يبقى ده كده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 1 اوفر 6. اليونت بقى بتاعها كام؟ كيلومتر هيروح مع الكيلومتر، والاور هنا دينومينيتور اوف دينومينيتور تبقى نيوميريتور يبقى اور. يبقى 1 اوفر 6 ايه اور، 1 اوفر 6 اور ده اللي هو عباره عن 1 اوفر 6 ملتبلاي باي 60 اللي هي هتطلع بكام؟ ب 10 مينتس. يبقى 10 ايه؟ مينتس اللي هي دي. بعد كده عندنا بيقول ايه؟ عندنا او اي اند او بي ار تو فيكتورز such that او اي بلس او بي ماجنتيود تمام؟ ايكوال ايه بقى؟ ايكوال او اي بلس 2 او بي ماجنتيود. طيب احنا هنعمل ايه؟ عندنا في رول بتقول ان انا لو عندي تو فيكتورز تمام يعني ده بلس ده ان انا بجيب السمشن بتاعهم ريزلتنت. ففي الحاله دي كان في رول بتقول ايه؟ ان انا بستخدم الكوساين رول عشان اجيبه.
كنت بقول والله ان انا عندي ال لو انا عندي هما كده ودي انجل ثيتا، كنت بقول ان انا عندي الماجنيتيود بتاعهم الريزلتنت في الحاله دي، في الريزلتنت في الحاله في اي الريزلتنت بتاعهم عباره عن ايه. مثلا بنقول ان هو ار ايكوال في 1 سكويرد فيكتور 1 يعني بلس في 2 سكويرد بلس 2 في 1 في 2 كوساين ايه الثيتا اللي ما بينهم. طبعا كوساين رول فيه نيجاتيف، بس يعني مش موضوعنا دلوقتي، يعني مش وقت شرحها لانها يعني يعتبر هو كوساين رول يعني. طيب في الحاله الاولانيه انا عندي ايه، ده كده فيكتور ايه وده فيكتور بي، تمام. في الحاله الاولانيه انا سبستيتيوت عادي، فيبقى انا عندي ايه والله ان الار في الحاله الاولانيه تبقى عباره عن عندنا هنقول ان هو ايه a squared plus b squared plus 2ab cosine theta. طب في الحالة التانية هناخد square root طبعا، في الحالة التانية هنعمل ايه square root برضو، بس دي 2b، فيبقى ايه a squared plus 2b squared اللي هي ايه 2b squared ده اللي هي 4b squared، يعني 4b squared ماشي. بلس ايه بقى؟ هنا عندنا هتبقى ايه بقى في الحاله دي؟ 2a multiplied by 2b اللي هي 4ab، يعني اللي هي جت منين؟ كانها 2a b بدل نشيل b هنقول 2b، يبقى 4ab كوساين ثيتا اللي ما بينهم. السكوير روت هيروح مع السكوير روت، والاسكوير هتروح مع الاسكوير، وهنا هتفضل لي ايه 3، يبقى هنا البي سكويرد هتروح مع ال4 دي يبقى 3 بي سكويرد، تمام. وال4 دي هتيجي الناحيه الثانيه فهيبقى ايكوال ايه نيجاتيف 2 اي بي كوساين ايه ثيتا. هيطلع لي من هنا ايه حاجتين، ايه هما؟ في الحاله دي انا اجيب كوساين ثيتا واقول والله ان هو عباره عن ايه، والبي هتروح مع السكوير هنا، فيبقى انا عندي كوساين ثيتا ايكوال 3 بي بس بالنيجاتيف عشان النيجاتيف اللي هنا اوفر 2 اي. من هنا هيطلع لي حاجتين مهمين قوي. اولا الثيتا دي طالعه بالنيجاتيف، طبعا احنا عندنا بيبقى 2 فيكتورز بس لازم في الحاله دي يبقوا ايه تيل تو تيل، مش هيد مع تيل، لا لازم يبقوا تيل مع تيل. ففي الحاله دي الثيتا ما بين 0 لحد ايه 180. طيب في الحاله دي انا عندي كوساين ثيتا بالنيجاتيف طالع بالنيجاتيف اهو، لان ده ماجنتيود ايه، ده ماجنتيود الاي وماجنتيود البي، في الحاله دي طالع بالنيجاتيف، فكوساين ثيتا يبقى امتى بالنيجاتيف؟ ما بين الزيرو وال 180 لما يبقى اكبر من 90. طب انا عندي ان الثيتا ما بينهم اللي هي ثيتا اي او بي اي او بي اكبر من ال 90، يبقى هي لا 90 ولا اصغر من ايه؟ ال 90، هي اكبر من ال 90. طيب عشان الشرط ده يتحقق في حاجه مهمه قوي، اصلا يعني احنا عندنا في الدنيا اي كوساين ثيتا، اي كوساين ثيتا بتبقى less than or equal 1 و greater than or equal ايه؟ negative 1. عظيم قوي. فانا ممكن اقدر اقول ان انا والله عندي اطبق الكونديشن ده كده، اطبق ايه الكونديشن ده. طيب وفي الحاله دي انا عندي الثيتا هنا ما ينفعش يكونوا مع بعض على يعني، ما ينفعش يكون هنا كوساين ثيتا نيجاتيف 1 ليه؟ لانها تبقى ما بينهم 180، فلو هي 180 مع 180 ده هيكنسل مع ده يعني في الاغلب يعني. فالمهم يعني ما علينا، فهنقول ايه؟ ان انا عندي ان عشان ده يتحقق من الاخر يعني، عشان ده يتحقق يعني هنا لو البي اكبر، لو انا الماجنتيود بتاع البي اكبر من الماجنتيود بتاع الايه، في الحاله دي هيبقى الفاليو دي كلها تبقى ايه اكبر من، هتبقى اقل من نيجاتيف 1، فده ما ينفعش. فعشان ده يعني ده يبقى فاليد فاليو للانجل لازم يبقى انا عندي الايه اكبر من الايه البي. ليه بقى؟ لان مثلا لو البي اكبر من، لو البي اكبر من الايه الريشيو بتاعها هتبقى كبيره مثلا، فتبقى اكبر من ال 1، فنقول مثلا 2 هيبقى ايه كوساين ثيتا في الحاله دي مثلا هيطلع بنيجاتيف 3، ما ينفعش. فلازم يبقى ايه الاي اكبر من البي وبشويه حلوين كمان يعني، تمام. يبقى انا عندي ان النيجاتيف، يعني نقول ان النيجاتيف 1 ليس ذان، يعني ليس ذان الايه اللي هو نيجاتيف 3 بي اوفر 2 اي، يعني نودي ده في ده، فالنيجاتيف مع النيجاتيف هتروح، وانا عندي ان ال 2 اي اقل من، يعني يبقى انا في يعني من الاخر كده يعني من الكلام ده عشان ما نخشش في كده عشان الناس ما تتلخبطش مني، يبقى انا من الاخر ايه عندي ايه
ان انا عندي يعني من الاخر ان الفاليو دي بتاع الاي اوفر البي لازم تبقى ايه في الحاله دي ايه؟ انا لازم تبقى يعني البي اوفر ايه لازم تبقى اقل من الواحد، تمام؟ اللي هي تبقى حاجه صغيره مضروبه في 3 اوفر 2 عشان تخليها تبقى قليله، فيبقى انا عندي ايه؟ ان الايه اكبر من الايه؟ البي من الاخر كده يعني. عشان ده حل المساله. طيب نخش على اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ let a b c d e f be a regular hexagon. regular hexagon اهو نرسم regular ايه؟ hexagon. ادي regular hexagon اهو. حلو قوي مفيش مشكله. بعد كده ده الريجولار هيكسون يعني مش مظبوط قوي. بيقول ايه بقى؟ ادا A B C D E F اهو كده اهو E F اهو. بيقول لي ايه؟ let A B equal A. ادي A B اهو A B equal A معلش قصدي A B equal A B C equal B. ادي B C اهو ناخد بالنا من الدايركشنز اهو ادي equal B وادي C D اهو equal سي ماشي يبقى سي دي ايكوال ايه؟ سي. بيقول لي بعد كده ايه؟ بيقول لي انا عايز ال اي اي الاي اي الاي اي اهي. طيب في الحاله دي احنا عندنا ايه؟ عندنا الاي اي دي عباره عن ايه؟ لو خدنا بالنا الاي اي نقدر نقول ان هي ما هي الا ايه؟ ان هي ال A دي بلس ال B بلس ال C وازود معاهم الايه؟ اللي هي دي E تمام؟ اللي هي ال D E اهي اللي هي بادئه عند الهيد وانا رايحه عند التيل بتاع ده. طيب لو خدنا بالنا ان ال A B بارلل للايه؟ لل D E بس اوبوزيت دايركشن فنقدر نقول ان الايه؟ نقدر نقول ان ال D E ما هي الا ايه؟ نيجاتيف اي بي اللي هي ايكوال تو نيجاتيف اي فنقدر نشيلها ونحط مكانها نيجاتيف اي اي دي هتكنسل مع دي يبقى لنا ايه؟ بي بلس ايه؟ سي قصدي معلش بي بلس ايه؟ سي يبقى هيتفضل لنا بي بلس سي بي بلس ايه؟ سي وده الانسر. تخش على اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اي بي سي دي اي از ا بنتاجون حلو بيقول لي بعد كده ايه؟ then the resultant of the forces A B A E ومش عارف ايه كذا حاجه. طب حلو تعالوا نشوفه من الاول. طيب ادي البنتاجون نرسمه بنتاجون ادي البنتاجون ادي A B C D E بيقول لي ايه؟ A B بيقول في forces بتأثر عند A B. طيب بيقول ايه؟ A B اهو وعند ال A E ادي ال A E اهي وعندي B C تمام وعندي D C حلو وعندي عندي ايه E D E D وعايز السمشن بقى بتاع كل دول وكمان معاهم ايه ال A C. طب حلو اللي هو ال A C. طب اول حاجه انا عندي السمشن بتاع A B بلس B C فهاخدها من الهيد قصدي من التيل بتاع الاول للهيد بتاع التاني اهو ادي اهو اي سي يبقى انا عندي السميشن بتاع انا عندي الاي بي بلس بي سي ايكوال اي سي اهو. طيب نمسحها عشان نمسح الحته دي عشان ما تلخبطناش في اللي جاي. بعد كده احنا كده خدنا ايه؟ الاي بي احنا كده خدنا من عندنا الاي بي وادي الايه؟ البي سي. طيب لو انا جيت اقول اي اي اهي بلس اي دي بلس دي سي يعني اللي هو اهي اي اي بلس اي دي خدنا الاي اي اي اهي واللي خدنا الاي دي اهي بلس الدي سي اهو تمام. احنا قلنا دي سي احنا كنا بنقول ايه دي سي معلش الدي سي رايحه في الاتجاه ده فالدي سي رايحه دي سي اهي رايحه في الاتجاه ده فاحنا لو جمعنا الثلاثه على بعض هتبقى من بدايه الاول لحد نهايه الاخراني
اللي هي برضو ايه اي سي، يبقى ده كده ايكوال اي سي. طيب ده كله مجموعه الاي سي، يبقى انا عندي دول كده باي سي ودول كده باي سي كلهم مجموعين على الاي سي، يبقى ايه 3 اي سي، يبقى الانسر 3 اي سي. طيب الشغل اللي بعد كده يقول ايه، انا عندي اف اي بلس بي ايكوال تو ماجنتيود ايكوال اي ماينس بي ماجنتيود. طب بيقول ذن ذا انجل بتوين اي اند بي از، سهله خالص. طيب في الحاله دي هنا يعني ممكن تجاب باللوجيك على طول بصراحه، محتاج غير باللوجيك. يعني انا عندي هنا ممكن يعني نعملها ازاي في الحاله دي، ماشي ممكن نحلها باللوجيك الاول باي انتويشن كده. من الاخر كده احنا عندنا الاي بي والاي ماينس بي هي هي. طيب يعني مثلا تخيلوا فيكتور اهو وفيكتور اهو، تمام، فدول مثلا اللي عملناها الريزلتنت بتاعهم هنا الماجنيتيود بتاعه، لو عكسنا مثلا ده فالريزلتنت بتاعه يبقى كده. طيب ف احنا عايزين يكون الماجنيتيود ايه قد بعض، فهي اسهل حاله ومعروفه خالص ان انا لو عندي الاثنين بيربنديكولار على بعض، حلو، فهيبقى في الحاله الاولانيه ايه الماجنيتيود بتاعهم يبقى مثلا ايه اي سكويرد بلس بي سكويرد. طب لو غيرت الدايركشن بتاع ده مثلا عامل كده برضه هي هي، يبقى الحاله في الحاله دي الانجل ما بينهم لازم تكون ايه 90. او ممكن نجيب ايه عن طريق القانون بتاعهم ازاي، والله نقول ان انا عندي هنقول الماجنتيود بتاع الفيكتور اسمه ايه وده اسمه بي، تمام. فهنقول في الحاله الاولانيه انا عندي ايه اي سكويرد بلس بي سكويرد بلس 2 اي بي كوساين ثيتا هيكوال. طيب بعد كده عندنا ايه الاي سكويرد بلس الماجنتيود بتاعه، يعني هيبقى هو نفس الماجنتيود بلس بي سكويرد، ماشي، او ممكن نقول ان هو عباره عن ايه نقدر نقول ان هو عباره عن نقول نيجاتيف بي سكويرد عادي، نيجاتيف بي سكويرد، تمام، او نقول ان هي بي سكويرد وخلاص بي سكويرد. طيب انا لو عندي يعني فيكتور عامل كده، يعني ده ايه مثلا وده بي، تمام، طيب بعد كده ده ايه وده بي اهو. طب لما انا اتجاه البي بيتعكس، اتجاه البي بيتعكس، طيب يبقى الانجل دي بكام اللي ما بينهم، احنا بناخد الانجل اللي بيكون ما بين الزيرو وال 180. في الحاله دي الانجل ما بينهم هتبقى لو خدنا بالنا اهو هتبقى 180 ايه ماينس سيتا، احنا بناخد اللي ما بين بدايه ده وبدايه ده، يبقى في الحاله دي كام 180 ماينس سيتا، يبقى بلس 2 اي بي، تمام، كوساين كام بقى 180 ماينس اي سيتا، اي سكويرد هيكنسل مع الاي سكويرد مع البي سكويرد وهكذا. فهيتفضل لنا ايه ان انا عندي هنا كوساين 180 ماينس سيتا هي هيها نيجاتيف كوساين سيتا، فيبقى ده كده هنشيله ونحط مكانه نيجاتيف 2 اي بي كوساين ايه ثيتا. فانا عندي 2 اي بي كوساين ثيتا ايكوال نيجاتيف 2 اي بي كوساين ثيتا. طيب نودي ده الناحيه الثانيه، فيبقى انا عندي 4 اي بي كوساين ثيتا ايكوال 0، يبقى انا عندي كوساين ثيتا ايكوال كام 0، ومنها ان الثيتا ايكوال ايه 90 ديجري، فهي هي يعني باي انتويشن او نفس الماثيماتيكال يبقى ايه سهل. طب بيقول تو فورسز اوف ماجنتيود 10 نيوتن و 10 نيوتن، تمام، بيقول ايه which of the following may be magnitude of the resultant. طب حلو، معروف ان الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت بيبقى المينيمم بتاعه عباره عن ايه الاول ماينس يعني الكبير ماينس الصغير، و الماكسيمم بيبقى ايه يعني المينيمم ده بيتحقق لما هما يبقوا الاثنين عكس بعض، فيبقى واحد فيهم ماينس الثاني. طيب وماكسيمم بيتحقق ايه لما هما الاثنين بيبقوا بارلل في نفس الدايركشن، يبقى فيهم واحد بلس الثاني، ففي الحاله دي هما الاثنين هيبقوا بلس بعض. ففي الحاله دي هنا ايه المينيمم بتاعهم يبقى 10 ماينس 10 والماكسيمم بتاعهم يبقى كام 10 بلس 10، فيبقى هنا
ده هنا 0 و20، يبقى اقل فاليو تبقى 0 واعلى فاليو تبقى ايه 20. فيبقى طبعا ال 10 ال 10 هي اللي في الرينج ده، طبعا ال 25 وال 35 مش موجودين، فيبقى الايه الاجابه الصح هي ايه. طب بعد كده بيقول لي ايه؟ ذا بولر فورم اوف ذا فيكتور ايه تمام ايكوال روت 3 اي ماينس جي از. طب حلو، عايزين نجيب الاول الماجنتيود. الماجنتيود بتاعه هيبقى عباره عن ايه بقى؟ الماجنتيود بتاعه هيبقى عباره عن السكوير روت بتاع روت 3 سكويرد بلس نيجاتيف 1 سكويرد، فهيبقى ايكوال كام؟ 2. ادي الماجنتيود بتاعه مش محتاج. طيب الفيكتور ده عامل ازاي؟ مكانه ازاي؟ اهو نرسم الكوردينيتس اهو. الاكس بتاعه بوزيتيف روت 3 اهي، والواي بتاعه بالنيجاتيف نيجاتيف 1. طيب عايزين نجيب الانجل. في الحاله دي الانجل بتاعنا هيبقى بكام؟ هيبقى تان انفرس. في الحاله دي هيبقى كام بقى؟ نيجاتيف 1 اوفر روت 3. طيب لو جبنا تان انفرس للنيجاتيف 1 اوفر روت 3 تطلع بكام؟ تطلع بايه؟ نيجاتيف 30. تمام؟ نيجاتيف ايه؟ 30. تطلع بكام؟ نيجاتيف 30 اللي هي نيجاتيف باي اوفر ايه؟ 6. طب ناخد بالنا بقى من حاجه. طب لو كانت هي عندي الفيكتور ده عباره عن نيجاتيف روت 3 اي بلس جي، كان هيطلع لنا نفس الماجنتيود بالدايركشن. لو احنا كنا جينا نجيب الانجل هيبقى قلت الانفرس، هيبقى برضه نفس الايه الفكره، هتطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا نيجاتيف 30. بس المفروض ده لو ده كده يبقى في الكوادرنت ايه ده كده. حلو، طب المفروض في الحاله دي هو مش في يعني نيجاتيف باي، يعني لو في الحاله دي هيطلع نيجاتيف باي، الانسر بتاعنا نيجاتيف باي اوفر 6. انما في الكيس اللي انا بقول عليها طلعت الانسر هيطلع نيجاتيف باي اوفر 6، بس هل هي في الكوادرنت الرابع؟ لا، فراح مزودنا عليها 180 عشان لو جت سؤال زي ده يعني. نخش على اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ بيقول تو بيبول ار ان ا بوت ذات از كابيبل اوف ا ماكسيمم سبيد اوف ايه 5 كيلومتر بير اور ان ستيل ووتر، يعني ميه ما تكونش بتتحرك. اند ويش تو كروس ا ريفر 1 كيلومتر وايد to a point directly across from their starting point. طيب بيقول if the speed of the water is in the river is 5 كيلومتر بير اور how much time is required for crossing. والله انا عندي تو اوبشنز، يا اما اتجاه الميه يكون مع الاتجاه بتاع البوت، في الحاله دي الفلوستي بتاع البوت السمشن بتاع الاثنين اللي هي 10 كيلومتر بير اور اللي هو 5 بلس 5 اوفر، يعني عاوز نجيب الوقت، يبقى 1 كيلومتر اوفر 10 كيلومتر بر اور هيطلع بكام؟ 0.1 كيلومتر ايه بر اور. طبعا دي مش موجوده في الايه؟ في الاختيارات. طيب لو انا بقى عندي يعني الميه في عكس الاتجاه، فهيبقى ايه؟ يعني البوت هيتحرك كده والميه عكس اتجاهه والاثنين لهم نفس الفلوستي. في الحاله دي هيبقى الفلوستي، يعني انا عندي ايه؟ ده يعني البوت عايز يتحرك والميه بتتحرك عكسه بنفس الفلوستي، في الحاله دي الايه بزيرو، هو ايه ما يقدرش يوصل لها اصلا في الكونديشنز دي. طيب اخر سؤال بقى بيقول ايه؟ A car is traveling south at a speed of ايه 40 كيلومتر بير اور. ماشي اهو، ماشي ادي في كار لساوث، تمام كنا نعتبرها ان هي بكام؟ ب 40 كيلومتر بير اور. هي ساوث هنا ممكن نقسمها ايه؟ نقول ان هي نيجاتيف جي، يعني احنا ممكن نقسمها كده، ادي الجي وادي الاي، هي بتتحرك ساوث يبقى نيجاتيف جي. طيب بيقول ايه؟ بيقول ا بايسكل از ترافلنج ايست توارد ذا سيم بيلدينج، ايست يعني رايحه ناحيه الاي بس في البوستف، يبقى بوستف ات سبيد اوف ايه 30 كيلومتر بير اور، مفيش مشكله. بيقول ايه؟ وات از تمام از ترافلنج توارد ذا سيم بيلدينج is traveling east. تمام طيب بيقول لي ايه؟ بيقول what is the velocity of the car relative to the bicycle. طب ال v car relative to the bicycle يبقى minus v bicycle اللي هي كام بقى؟ ال v car ب negative 40 j minus ال a 30 i. طب في الحاله دي عايز اجيب ايه؟ الريزلتنت بتاعهم اللي هي دي كده على بعضها. طيب نجيب الماجنتيود بتاعها يبقى بكام؟ هيبقى 40 سكويرد بلس 30 سكويرد، كل ده تحت السكوير روت، يطلع بكام؟ ب 50. طيب الدايركشن بقى عايزين نجيب نعرف الانجل بتاعنا كام. طيب نيجاتيف 40 جي ماينس 30 اي. طب مفيش مشكله، نيجاتيف 40 جي يعني هنا نيجاتيف 40 اهي،
وهنا نيجاتيف ايه 30 اي، يعني هي المفروض نقول ان هي نيجاتيف 30 اي ماينس 40 ايه جي، نكتبها بالطريقه دي. طيب عايزين نجيب الانجل بقى. طيب الانجل المفروض دي تبقى دي ايه، يعني الانجل دي كده. طيب لو احنا عايزين نجيب الحته دي كده الانجل دي هنجيبها ازاي؟ هنقول ثيتا، هنسميها ثيتا ايكوال تان انفرس 4 اوفر 3. هنقول تان انفرس هيطلع بكام؟ ب 50 ايه 3. طب الانجل دي ب 53، 53 منين بقى؟ في الحاله دي هي 53 ناحيه ايه بقى؟ هنقول ان هي ساوث اوف ويست، يعني اهو 53 اهو جنوب الغرب، يعني جايبينها دي كده اسمها 53 ساوث اوف ايه؟ اوف ويست. تمام؟ ده كده ايه الانسر، يبقى 53 ساوث اوف ايه؟ ويست، ساوث اوف ويست، يبقى دي كده الانسر. كده نكون خلصنا الامتحان ده، واتمنى يكون مفيد لكم ان شاء الله.